افتكرش ان هو بيمثل بالظبط الوضع اللي موجود في مصر، ان احنا دلوقتي رقم 116 على المؤشر العالمي للتنافسية، ولكن الحقيقة ان احنا في 2005 كنا 62. فلازم نبص على ما هي الظروف اللي حصلت، والنهاردة يوم 25 يناير تحتفل مصر بعيد الثورة 25، ومن ساعتها نبدأ نبص بقى على الظروف وايه اللي حصل. انت عندك ثورتين في اقل من 3 سنين، فترة ما كانش فيها رئيس جمهورية، فترة ما كانش فيها حكومة، اضطردنا من الاتحاد الافريقي، كان عندنا مشاكل مع الامم المتحده، كان عندنا فئه او جماعه موجوده بتحكم البلد وكانت يعني مسببه مشاكل كبيره جدا اقتصاديا وسياسيا وفي السياسه الخارجيه المصريه، ما كانش عندنا دستور لفتره معينه وما كانش عندنا برلمان. فالنهارده لما نيجي نبص على ليه احنا بنقول ان نقدر ننزل من 116 على المؤشر العالمي للتنافسيه الى 99، ويمكن احنا كمان بنحاول نبقى كونسرفاتيف شويه في الرقم دوت، ان النهارده بقى عندنا رئيس جمهوريه منتخب، بقى عندنا الدستور، بقى عندنا برلمان تشريعي، بقى عندنا او مجلس تشريعي، بقى حفرنا اول مرحله في محور قناه السويس، بدانا نشتغل على تنميه منطقه محور قناه السويس. فكل الحاجات ديت لازم على الاقل ان هي ترجعنا لغايه تحت ال 100، نبقى على الاقل 99. ناخد بقى المؤشرات الثانيه الموجوده. عندنا مشاكل سياسيه كبيره جدا، عندنا مشاكل اقتصاديه في مصر كبيره، عندنا مشاكل اجتماعيه محتاجه حلول كبيره جدا ومحتاجه وقت ان هي تتحل، ولازم يكون عندنا صبر. وسواء الديمقراطيه او الاسواق الاقتصاديه اللي جاذبه للاستثمارات بتاخد وقت، ولكن النهارده عندنا حكومه وعندنا رئاسه، عندنا رئاسه عندها رؤيه، والرؤيه دي احنا محتاجين دلوقتي نترجمها الى استراتيجيه وخطه نقدر ان احنا نشتغل بيها في الفتره اللي جايه. والحكومه بالفعل بتعمل كده، بتقدم الخطه بتاعتها 2030 للبرلمان اللي هيبص عليها ويطلع عليها، ونبدا ان احنا يحصل حوار يعني حوالين الخطه ديت. ولكن ما ننساش ان القطاع الخاص هو اهم حد في الإكويجن ديت، ان لازم القطاع الخاص يبقى ممثل في القرارات الاقتصاديه والسياسيه، ان هو اللي جذب الاستثمار، القطاع الخاص هو اللي بيشغل او بيقدر ان هو يشغل اكبر عماله، وهو اللي بيقدر يجيب استثمارات. فكل الحاجات ديت احنا بنحاول نقول للحكومه تاخد قرارات، تبدا التشريعات بتاعتها مش بس اقتصاديا، ولكن برضو نبدا بالتعليم ونبدا بالحاجات اللي هتقدر تنهض بمصر في خلال ال 10 15 سنه اللي جايين. عم نسمع عن خطة تحول وطني للمملكة العربية السعودية، وانتم متواجدين يمكن لسماع هذا التحول. هل مصر باتت بحاجة لعملية تحول مشابهة بالنسبة لاقتصاداتها؟ ده يمكن كمان السعودية باللي حصل في خلال الأربع سنين اللي فات دوت قرروا ان هم يعملوا التغيير للتوجه دوت. فمش بس السعودية، مصر وكل الدول العربية المفروض ان هي تبدأ تفكر في تحويل وتحويل اقتصاداتها وفكرها الاقتصادي سواء داخل بلدها او في العالم. ده لازم يحصل ولازم نشتغل مع بعض. السعودية مش هتقدر تعملها لوحدها ومصر مش هتقدر تعملها لوحدها، واحنا شفنا الدعم والمساعدة اللي جت من القطاع الخاص السعودي الى القطاع الخاص المصري، وانا بحب اعمل التعبير ده ان دي حقيقة مش بس الحكومات مع بعض، والاستثمارات اللي موجودة في مصر من السعودية. عاوزين ان احنا نشتغل بفكر مختلف، عايزين ان احنا نجتمع ويفضل حوار دائم بيننا وبين بعض كمصريين وسعوديين وعرب، نشير الاكسبيرينسز مع بعض، نشوف الخبرات الموجوده ونبدا ان احنا نشتغل عليها. فالسعوديه النهارده في برضه نهضه اقتصاديه هي محتاجه ان هي تعملها، وهو احتياج، وهو ده الوقت المظبوط. النهارده اسعار البترول زي ما احنا شايفين عامله ازاي، فهو ده لما يبقى في مشكله هي دي الفتره اللي احنا المفروض نركز في استثمارات للجيل الجاي وللفكر المستقبل. يمكن في توجه أكبر بالنسبة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين. مؤخرا سمعنا بعملية توجيه قرابة 200 مليار جنيه لعمليات تمويلية من قبل البنوك المحلية لهذه المشروعات أستاذ أشرف، وبالتالي برأيك هل هذا سيتحقق؟ هل البنوك المحلية المصرية قادرة على توفير هذه السيولة، وهل هي كافية على الأقل على المدى المتوسط؟ هو البنوك المصرية
عندها السيولة، وكان دايما عندها السيولة. علشان كده احنا في 2008 حتى بعد ثورتين هتلاقي ان احنا القطاع المصرفي عندنا في مصر على قد ما اتخبط كتير على قد ما هو واقف على رجليه لغاية دلوقتي. ولكن هي الفكرة الفلوس موجودة، هنقدر نوصلها ازاي؟ ايه الميكانيزم اللي هنقدر نوصله للشباب؟ ومش بس الشباب، ليه ما يبقاش راجل عنده 60 سنة عاوز يفتح مشروع نقدر ان احنا نساعده؟ احنا بنتكلم على شركات متوسطة وصغيرة، مش على سن معين. فالنهارده احنا بقالنا مثلا 5 سنين او 6 سنين او يمكن 10 سنين في مصر بنسمع على تمويل هيكون موجود للمشاريع الصغيره، ولكن التمويل لوحده مش كفايه، لازم ان احنا نهيئ مناخ للشركات الصغيره ديت. ما تنسيش ان هم كتير منهم بيفشلوا في اول سنه مهما كان تمويلهم، يبقى سوء اداره، عدم اداره، غير ما فيش سوق ليه نفسه. فاحنا المفروض ان احنا مش بس نمول، ولكن ان احنا نخلق المناخ للشركات الصغيره ديت، نقدر ان احنا نساعدهم ان هم يدخلوا في الاقتصاد، ما يبقاش شركات كبيره بس اللي بتتعامل معاهم. وان احنا هنا انت بتكلمي على السعوديه ومصر، دايما بنبص على المشاريع الكبرى ما بين الشركات، بترول على بنا على بتاع، ليه ما نبداش ان احنا نروج ما بين الشركات الصغيره والمتوسطه المصريه والسعوديه مع بعض، ونشوف ازاي نجيب الشباب دول مع بعض، وازاي يقدروا يشتغلوا مش بس ان هم ينتجوا في مصر وفي السعوديه، ولكن يبداوا يفكروا عالميا. احنا مش لوحدنا في العالم، ولازم يكون توجهنا كله عن التنافسيه العالميه، ولازم نشتغل مع بعض ايد واحده علشان المستقبل. القطاع الصناعي المصري ماذا يحتاج اليوم؟ لانه يبدو في انه معضله بعمليه الصناعه المحليه بدات تواجهها مصر، ما المطلوب للقطاع الصناعي؟ والله هو القطاع الصناعي جابه لنفسه عندنا في مصر زي ما بيقولوا، وفي نفس الوقت انت عندك فكره التدخل القطاع العام في صناعات كتيره جدا موجوده، فيمكن بتبعد فرص عن القطاع الخاص. احنا لا محتاجين ان احنا نفكر تاني، وانا عارف تبقى صعبه جدا ان احنا نفكر في ان احنا ندخل في برنامج يعني تخصيص زي ما كان عندنا، ولكن لازم ان هو يدار بعقل اكتر من كده. وافتكر التوجه بتاع الحكومه المصريه النهارده على الاقل البنك المركزي، ان هو مش هنبدا ان احنا نخصص زي ما كنا بنعمل قبل 2010، ولكن ان احنا زي ما بيقول نقدر نطرح شركات قطاع عام على البورصه المصريه، فيحصل نشاط من ناحيتين ويبدا يحصل تنافسيه. مشكله القطاع الصناعي في مصر ان هو بقاله فتره كتير جدا ما بينافسش حد، ومحدش بينافسه. حتى الاتفاقيات التجاريه اللي بيننا وبين الاتحاد الاوروبي كان فيها جدوله شيل الجمارك، فالناس كان عندها 17 سنه براحتهم يعني يا دوبك. فاحنا لازم نعلي من جوده المنتج المصري، ده من اهم الحاجات اللي لازم تحصل. لازم ان احنا ننافس المنتجات الخارجيه جوه اسواقنا الاول، ونبدا ان احنا ننافس المنتجات الثانيه في اسواقهم. بس انت بتكلمي لازم نفهم الاسواق ديت، نعمل الريسيرش بتاعتنا. ان ما بنعملش ريسيرش، في واحد مصدر بيجي يقول لك انا عاوز اصدر للصين، الصين كبيره وواسعه جدا، انا عاوز اصدر لافريقيا. لازم نبقى مور بريسايس وديتيل احنا بنفكر نفتح الاسواق دي ازاي.